كان في حصار المدينة وأثناء فترة الخروج مدينة دار الأثلاق مدينة دار الأثلاق نشيل الكمامة على مدينة دار الأثلاق تمام. أثناء كان في حرب وأثناء الحصار ده جمعنا رسالة الخروج من الحصار يعني أنا لا لي علاقة بالشاب ولا أعرفه ولا ما عنديش ليه علاقة أصلا من قبل بالتأشيرة بالدراسة بكل حاجة تأشيرة وكرزة مظبط ومطلوبة هناك انتفقنا حد من الأشخاص مصريين أو حاجة طبقيت هناك ناس وعطوهم بس أنا الدين اللي هناك في ناس بكل حاجة تأمين هناك قابلت بعض الناس اللي هو عشان النيابة تكارتهم بيت مين؟ بعض الناس اللي النيابة تكارتهم مين هم؟ أنا أعرف اللي هو الشخص اللي اسمه أبو مالك محمد مالك مين؟ محمد مالك أبو محمد فتحي اسمه ايه بالظبط؟ أبو مالك محمد فتحي غريب محمد فتحي غريب ومين تاني؟ بس ده اللي أنا أعرفه من الأشخاص اللي هناك بيتكلموا محمد مرجان ما أعرفوش ولا مرة في حياته أصلا هو فين محمد فتحي غريب؟ الجرائم الإرهابية على النحو المبين بالتحقيقات ثالثا بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها بل التحقوا بجماعة تنظيم القاعدة المسلحة بدولة ليبيا وتلقوا لديها التدريبات العسكرية وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والسلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح فأن تولوا قيادة في الجماعة المسماة المرابطون الذي دفعوا لتكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآته واستباحة دماء المسيحيين واستخدام واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي فإن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ولقوا وأوفروا أسلحة ودفائر ومفرقعات ومهمات ومواد للجماعة الإرهابية الواردة بالبند أولا. تنمو نيابة العدل بهاء علي علي أبو عاطي كشكي المكنى أبو عبد الرحمن محمد فتحي غريب صالح المكنى أبو مالك محمد مرجان مصطفى سالم الجهل حركي أبو بكر مرجان المصري لأنه في غضون عام 2012 حتى 29 من مايو لعام 2019 جمهورية مصر العربية وخارجها أولا تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض إحكام النظام العام وتعريض منتخب مع المصريين ظهور المتهم الأستاذ هرم معاه لا معلش شرير احنا بنخش انا بخش لوحدي هو على البوابه بره سلم يعني لبابه لسه على البوابه ولا دخل جوه ما اعرفش دخل جوه ولا لا لان ما اعرفش البوابه جوه ولا لا كذلك ضم الاحرار وفضها امام المحكمه لان اختلاف الواضح خلاص هنجيب لك مناهج لا معلش شرير اللي انا عايز البندقيتين الاهل لان هم دول مختلفين مع المشاركين بس ها